هذه أبرز العناوين. الركراكي يمنح هذا اللاعب فرصة أخيرة. عاجل. باريس سان جيرمان يعلنها ويقدم عرضا كبيرا لسفيان أمرابط للتعاقد معها مقابل انتقادات تطالها. الركراكي يطمئن أحد لاعبي المنتخب المغربي. والآن إلى التفاصيل، ولكن من قبل وباش تكون أول واحد كيتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية، المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس. الركراكي يمنح هذا اللاعب فرصة أخيرة. بعث وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي إشارات مباشرة عن طريق أكثر من جهة للاعب إبراهيم دياز نجم ميلان الإيطالي. أكدت مصادر جامعية مسؤولة أن وليد الركراكي قد أبلغ إبراهيم دياز عندما زاره في فبراير الماضي أنه لن ينتظره طويلا، وعليه حسم قراره النهائي بشأن تمثيل المغرب أو إسبانيا، وإلا سيغلق ملفه للأبد ولن يتصل به مجددا أو التفكير في ضمه لأسود الأطلس. ذات المصادر أضافت أن وليد الركراكي تفهم موقف دياز بعد أن تخلف عن معسكر إسبانيا مؤخرا رغم إدراج ديلافوينتي اسمه ضمن القائمة الموسعة، وبعدها لم يحضر ليغضب المدرب منه، إلا أن مدرب الأسود انتظر منه خطوة لم يقم بها مثل ما جرى الاتفاق بينهما. وتابع نفس المصدر: الخطوة هي أن يبادر دياز بخطاب مكتوب وموقع باسمه للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ليباشر إجراءات تغيير جواز سفره وجنسيته الرياضية، وخطاب آخر للفيفا يعلن رغبته في تمثيل المغرب مستقبلا مثل ما فعل خنوس والزروري والحدادي، إلا أنه لم يقم بذلك. وأتمدت المصدر: يدرك دياز أن قطار المنتخب المغربي لن ينتظره طويلا، خصوصا بعد أن أعلن الركراكي أنه لا مكان للمترددين، فعلى الجميع إظهار الجرأة، مستدلا بكيليان مبابي الذي اختار فرنسا بدلا من الكاميرون ولا أحد يلومه حاليا. وكان ديلافوينتي مدرب المنتخب الإسباني قد هاجم دياز هو الآخر بقوله: في المرة المقبلة لو يرغب في تمثيل إسبانيا عليه أن يأتي راكدا. عاجل. باريس سان جيرمان يعلنها ويقدم عرضا كبيرا لسفيان أمرابط للتعاقد معه. كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن نجم المنتخب المغربي يرفض اللعب لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وتلقى اللاعب سفيان أمرابط عرضا جديدا عبر وكيل أعماله يقضي بحمل قميص فريق باريس سان جيرمان الفرنسي العام القادم. ووضحت المصادر ذاتها أن أمرابط رفض العرض مفضلا فريقا عالميا آخر يحلم بحمل ألوانها وتمثيله في السنوات القادمة. وفي هذا الصدد كشف موقع فوت ميركاتو أن عدد الفرق الراغب في التعاقد مع سفيان أمرابط يبلغ 4، منها ناديين إنجليزيين، ويتعلق الأمر بكل من ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين اللذين ظل في أشهر الأخيرة أكثر الفرق الراغبة في ضم سفيان أمرابط. أما الفرق الأخرى فلها ارتباط بإسبانيا، وهما أتلتيكو مدريد وبرشلونة الإسبانية، رغم تفضيل قائد الوسط اللاعب للبرسا. وكان شقيق اللاعب نور الدين أمرابط الممارس في الدوري اليوناني قد تحدث عن ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد مقابل انتقادات تطاله. الركراكي يطمئن أحد لاعبي المنتخب المغربي. طمأن الناخب الوطني وليد الركراكي اللاعب وليد شدير عقب الوديتين الماضيتين أمام البرازيل والبيرو في التوقف الدولي المنصرم. وتحدث الركراكي لصحيفة لا غازيتا ديلو سبور الإيطالية عن شديرة مطمئنا الأخير بإمكانية استدعائه في التوقف الدولي القادم رغم عدم تمكنه من تقديم المستوى المنتظر منه. وقال الركراكي عن مهاجم باري الإيطالي: أقدره حقا، لم ينشأ في مركز للتدريب ويشبه إلى حد ما توتو شيلاتشي في إيطاليا 1990. وتابع: وليد أتى من كرة القدم التي أحبها، كرة الشارع. لقد عاش كأس العالم وبدأ من الدوري الإيطالي وكان ذلك مهما، يجب أن يستمر في العمل، وأمل أن يصعد باري إلى الدرجة الأولى من الدوري الإيطالي ليواصل تطوره. وتطال الانتقادات شديرة من قبل متابعين، وذلك لما عينوه منه سواء في كأس العالم قطر 2022 أو بالتوقف الدولي، دون أن يتمكن من تقديم ما يشفع له أمامهم. أحد نجوم المنتخب المغربي يعترف بصعوبة المنافسة في مجموعة وليد الركراكي. اعترف الدولي والمغربي عمر اللوزة بصعوبة المنافسة في المنتخب الوطني مع الناخب الوطني وليد الركراكي، وأكد لوزا في تصريح تلفزيوني أن المنافسة على مركزها باتت أصعب وأشد، مشددا نيل ثقة الركراكي يتطلب مجهودا كبيرا. وقال لاعب واتفورد الإنجليزي: أنا ممتن للركراكي على دعمه الشديد لكي أستعيد حضوري في المنتخب. عشت فترة سابقة مع المنتخب المغربي، لكن حاليا يمكنني القول إننا صرنا أكثر قوة وصلبة، والجميع يعمل لنا ألف حساب. ووصل: المنافسة داخل المنتخب المغربي صارت شاقة، هذا يتطلب مني مضاعفة المجهودات كي أواصل حضوري، وذلك سيعود بفائدة على المنتخب المطالب من جماهيره بحصد لقب أمم إفريقيا. الركراكي يعود ويكشف سبب فشل المغرب في مونديال روسيا 2018. وضع الناخب الوطني وليد الركراكي يده على مكامن الخلل التي حالت دون تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من كأس العالم روسيا 2018. وقال الركراكي أن المنتخب المغربي فشل في تجاوز الدور الأول بمونديال روسيا بالرغم من ظهوره بمردود جيد، مرجعا الأسباب لذهاب اللاعبين برفقة وكلاء أعمالهم وملابسهم الباهظة الثمن ورفاقهم. وتابع الركراكي موضحا: في كأس العالم روسيا 2018 حضر اللاعبون وبحوزتهم أشياء ثمينة: نظارات شخصية وحقائب لوزفيتون ووكلاء أعمال ورفاق. وأضاف الركراكي أنه قرر منح الأم درجة أكبر وتغيير الاستراتيجية والنمط في مونديال قطر 2022 حتى لا يتكرر نفس السيناريو. الركراكي وفي حديثه مع صحيفة لا غازيتا ديلو سبور الإيطالية أكد أنه طلب من اللاعبين الذهاب لقطر مع عائلتهم ووالدهم وزوجاتهم وأطفالهم، وهكذا تغيرت الأمور. واعتبر الناخب الوطني أن الأم تلعب دورا مهما في ربط ابنها بأصوله، وبالتالي كان حضور الأم شيئا عظيما بالنسبة للاعبين ولدوا في أوروبا. وشدد على أن الأم أهم شيء في حياة الأسرة، كما أن لها مكانة عظيمة في العالم العربي، مستطردا بالقول: نحن مدينون لأمهات اللاعبين، والآن هذا التجمع نجني ثماره، فهن مجتمعات في مجموعة على الواتساب. وكان المنتخب المغربي تحت قيادة المدرب الفرنسي الأسبق هيرفé رنار قد قدم مردودا جيدا في مونديال روسيا، غير أنه لم يتمكن من المرور للدور الثاني بعد هزيمتين أمام كل من إيران والبرتغال وتعادل مع إسبانيا. ولو حضرت جزئيات العائلة لكان المنتخب المغربي حقق شيئا عظيما في مونديال روسيا بحسب ما يظهر من كلام الركراكي.